فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان في القرية التي أنا فيها أرض فضاء، إذا كان في القرية التي أنا فيها أرض فضاء، فهل يجوز أن يصلي الناس فيها الاستسقاء أم لا بد أن تكون في صحراء بعيدة؟ إذا كان فيه فضاء وطاهر يصلى، له داخل البنيان ما يخالف. نعم.